السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا معنا مباشرة من دوار دراعو بتراب عمالة صخيرة تمارة وبالضبط بالجماعة ديال الهرهورة. عملية الهدم انطلقت بعد ما كان واحد الانتظار مطول، وكانت وقفات العملية لا ديال القرعة ولا ديال تسليم المفاتيح. كان تساؤلات كثيرة، كانت مجموعة من علامات الاستفهام، لكن اليوم كنشوفوا تغييرات مهمة ألا وهي عودة العملية ديال الهدم. كما كتشوفوا معنا وسط إنزال أمني بحضور القوات المساعدة وكذلك رجال الدرك الملكي، كانت مطالب ديال الساكنة أن الوضعية ديالهم تسوى في الهرهورة، لكن العملية دخلت في الملف ديال إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بتراب عمالة صخيرة تمارة. فكنتمنى من الله الفرج. كان والا بدا من هذا النهار انه تكون العمليه ديال الهدم. ربما كانت الناس كتطمح لحويجات اخرين، لكن قدر الله وما شاء فعل. كاين الناس اللي كانوا دايرين بحساب هذا النهار، وكاين الناس اللي ما كانوش كيتوقعوا انهم غيغادروا المكان واحد النهار. هنا كنشوفوا حضور السيد القائد، كنشوفوا كذلك رجال الدرك الملكي، اعوان السلطه، تواصل مع الساكنه من اجل انهم يخرجوا الحويجات ديالهم. كاين الناس اللي خرجوا الحويجات ديالهم، كاين الناس اللي ما خرجوهمش. عمليه الهدم استمرت ومازال غتستمر الى حين تسجيل الصفر بالراكب الهرهوره. كنهضروا على الارقام في الهرهوره، فما كاينش شي ارقام كبيره بالنسبه للبرارك المتواجده في الجماعه الهرهوره. ربما في الايام القليله القادمه سنرى ان شاء الله صفر بالراكب. هنا ترقب وانتظار. عملية الهدم متواصلة في الهرهورة بتواجد رجال الدرك الملكي، السيد القائد، السيد الباشا، يعني مجموعة من الإخوان اللي وقفنا على العملية، اللجان المكلفة. فكنبغيو نقولوا للناس الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يعوضهم أحسن، الله يعوضهم أحسن هادشي اللي كاين. أنا صراحة بعض المرات ملي كنشوف الساكنة والمطلب ديالها وكتشوف الامور فين غادا، يعني بعض المرات كتقول الله يدير اللي فيها الخير، هذا هو اللي كاين. فكما كنعرفوا جميع الهرهورة دوار دراعو واحد الدوار اللي ربما كتعتبر من ارقى الدواوير تراب عمالة صخيرة تمارة، بحكم الموقع اللي كيتواجد فيه، بحكم المكان اللي جا فيه. يعني كنهضروا على الدوار اللي جا وسط الفيلات. فالله يبدل بمحسن والله يصاوب الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.